ولزوم تطبيق مبدأ الشرعية والمساواة. ولم تقتصر رسالة جهاز الأمن العام على حماية حقوق الإنسان داخل الوطن فحسب، بل تعدى ذلك إلى خارج الوطن من خلال مشاركة مرتباته في مهمات إنسانية، وأصبح جهاز الأمن العام يلعب دوراً هاماً ورياديًا على المستوى الإقليمي في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال مساهمته في تدريب رجال الشرطة في الدول العربية الشقيقة على الأعمال الشرطية ومنهجية حقوق الإنسان، ودعم هذه الدول بالخبرات الشرطية الأردنية من خلال إعارة مرتبات الأمن العام إلى هذه الدول للمساهمة في رفع كفاءة أجهزتها الأمنية والمشاركة في كافة النشاطات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتعمل على المشاركة الدائمة في كافة اللقاءات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. أولاً، الجهة المكلفة قانوناً بالملاحقة الجزائية وهي القضاء الشرطي، إن إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية، والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية، وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة. ويتم التحقيق عند ارتكاب أي جريمة، ومنها جريمة التعذيب، وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم، حيث أن جريمة التعذيب لابد أن يتوافر فيها قصد خاص، وهو انتزاع الإقرار بجريمة معينة أو الحصول على معلومات بشأنها. وفي حال عدم وجود هذا القصد، فإن الأفعال المرتكبة لا ترقى إلى جريمة التعذيب، وإنما كانت الجريمة جريمة أخرى كجريمة الإيذاء أو إساءة المعاملة أو غيرها من الجرائم التي تنطبق على الأفعال المرتكبة، ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الشرطة، وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم. وقد تم مؤخراً ولضمان الرجوع إلى درجات التقاضي المعمول بها في المحاكم النظامية تعديل قانون الأمن العام، واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة، بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، علماً أنه لابد أن يكون أحد أعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي، كما أن القرارات التي تصدر عن محكمة الشرطة تخضع للرقابة القضائية من قبل محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة وهيئة قضائية في المملكة، وهذه تعتبر أهم ضمانة من الضمانات القانونية بالنسبة لأطراف الدعوة، حيث أن محكمة التمييز تكون رقابتها موضوعية وليست شكلية. ولا بد من الإشارة إلى أن الإجراءات التي تتم داخل محكمة الشرطة تتم وفقاً للأحكام والقوانين والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية، والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية. وبموجب هذه القوانين فإن رجال الأمن العام باعتباره مواطن أردني يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها سائر المواطنين عند مثولهم أمام المحاكم، وله حق الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي وتقديم البينات التي تثبت براءته على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما يشار إلى أن الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية، وهو ما يتوافق تماماً مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بشكل خاص، وكما ورد في المادة 16 منها. ولا يجوز لأي جهة كانت أن تقوم باستنتاج أي قرار من دون الاستماع إلى تقارير الأطراف الأخرى واستباق انتهاء التحقيق وصدور الأحكام القضائية التي تصدر وفقاً للتشريعات الأردنية الناظمة. ثانياً، الإفلات من العقاب وعدم الحياد في التحقيق. إن جهاز الأمن العام ملتزم التزاماً كاملاً بالنصوص الدستورية وبكافة التشريعات القانونية، وإن أي مخالفة للقانون تصدر عن أي فرد من الجهاز تتم مساءلته ضمن القانون، ولا يمكن اعتبار أي تكييف قانوني لأي وقائع يتم الادعاء بها وارتكابها غير توجيه تهمة التعذيب هو إفلاتاً من العقاب
فإن ذلك يعد إغفالا لجانب مهم من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي لم تنص على التعذيب فقط، وإنما تسمى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي نصت في المادة 16 منها على تجريم أي عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب. وفي حال عدم ثبوت هذه الجريمة بعد تطبيق القانون على الوقائع والأفعال المرتكبة وبعد إجراء التحقيقات النزيهة والعادلة والشفافة في أي ادعاء أو شكوى بحصول جريمة التعذيب، تعمل النيابة العامة الشرطية على التكييف القانوني الصحيح والسليم وحسب نص القانون، حيث أن تكييف الجرائم يجب أن يتم من قبل النيابة العامة تطبيقا لمبدأ الشرعية، من حيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بشكل خاص، وكما ورد أيضا في المادة 16 منها. هنالك إحصائية تبين عدد قضايا إساءة المعاملة للعام 2017 العام المنصرم، من المدانين 46 مدان، غير مدان 114، لا زالت منظورة 87، محالة إلى محكمة الشرطة 15، هذا بالعام 2017. ويشار إلى أن هنالك 5 قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة وفقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات بتهمة التعذيب، وكما تعلمون جميعا بالعام 2015 وبالعام 2016 وبالعام 2017 كنا قد أعلننا رسميا وعبر وكالة الأنباء الأردنية باترا عن عدد من القضايا المحالة بتهمة التعذيب، وكنا قد أعلننا أيضا الإجراءات المتخذة في كل قضية حول تلك القضايا التي سيتحدث فيها عطوفة مدير القضاء الشرطي. وقد أمر حين ذاك مدير الأمن العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليهم ومحاسبتهم بشدة حال ثبوت الجرم بحقهم، علما أن محكمة الشرطة قد أصدرت أحكاما في بعض القضايا وكان حكمها شديدا، وذلك بالحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة. زيارات المجتمع المدني، تتم هذه الزيارات من خلال التنسيق المشترك ما بين مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومديرية الأمن العام، ومن خلال مكتب الشفافية وحقوق الإنسان قمنا بالعديد من الزيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، كان آخرها بتاريخ 25/10 قبل شهر تقريبا إلى مركز إصلاح وتأهيل جويدة نساء، حيث سأبين لكم في الجدول التالي عدد الزيارات التي تم إنفاذها للعام 2016-2017-2018. لكن هذه الزيارة التي تمت قبل شهر هي للإطلاع على البيئة السجنية لمراكز إصلاح والتأهيل، وكانت هذه الزيارة مخصصة للهيئات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات والمنظمات المعنية برصد البيئة السجنية حيال حقوق الإنسان، وتمت الزيارة صباح يوم 25/10 بحضور جميع الهيئات ومنهم سفراء كانوا معنيين بتفقد الإجراءات حسب تقاريرهم، فتم الاستماع إلى النزيلات وإلى إدارات المركز، وكانت زيارة ناجحة بامتياز، بحيث قمنا بهذا الإطار الوطني بإطلاع كافة الجهات الرقابية والجهات الراصدة والمتابعة لحالة حقوق الإنسان بشكل عام وللبيئة السجنية والبيئة الاحتجازية بشكل خاص على تفاصيل العمل. الزيارات على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الزيارات بالعام 2016 بلغ 58 زيارة، بعام 2017 54 زيارة، بعام 2018 38 زيارة. نحن طبعا سنقوم بتزويد وسائل الإعلام كافة بتفاصيل هذه الزيارات التي قامت بها المؤسسات الدولية والوطنية. جمعيات رعاية النزلاء في العام 2018 بلغ 27 زيارة، لجنة الحريات العامة لحقوق الإنسان في مجلس النواب بلغت 2 زيارة بالعام 2018، المركز الوطني لحقوق الإنسان بحكم قانونه أيضا بعام 2018 بلغ 34 زيارة لغاية اليوم، أعضاء النيابة العامة بلغ 25 زيارة بالعام 2018، الهيئات الدبلوماسية والسفارات 114 زيارة، رجال الدين والطوائف الدينية 143 زيارة،
مؤسسات المجتمع المدني والوفود الطلابية 23 زيارة، هذا بالعام 2018. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 34 زيارة. وزارة التنمية الاجتماعية 7 زيارات، بالإضافة طبعاً لزيارات غير معلنة يقوم بها معالي وزير الداخلية ومدير الأمن العام والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وعدد كبير من المسؤولين يقوموا بزيارات غير معلنة إلى مراكز الاحتجاز ومراكز إصلاح والتأهيل بشكل دوري وبشكل منتظم لغايات الاطلاع وتدقيق الإجراءات وتفقد هذه الإجراءات، حيث أن هنالك المجموع المهم 447 زيارة، مجموع الزيارات لعام 2018 447 زيارة. وهنالك تعاونا كاملا ما بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ومديرية الأمن العام للقيام بزيارات تفتيشية فجائية وعلنية، أي بمعنى هنالك زيارات معلنة وزيارات غير معلنة إلى كل من مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف في مديريات الشرطة في كافة أنحاء المملكة، حيث بلغ عدد الزيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل 49 زيارة لهذا العام. ويتم تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بنتائج التحقيق في الشكاوى المقدمة للمركز، وهذا ما أكده المركز الوطني لحقوق الإنسان بتقريره الصادر للعام 2017. ونود هنا أيضا الإشارة إلى قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أحوال النزلاء باستمرار ودون أي قيود كما هو وارد في الإحصائيات السابقة. وهنا أود أن أشير إلى يعني حقيقة أن حتى يعني جريمة التعذيب هي مجرمة بالتشريع الأردني وبالقانون العقوبات وبأخلاق الدولة الأردنية، وهذا ما تم قبول توصية وتوصيات في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان UPR مؤخرا، تم قبول عدد من التوصيات وتم دراسة توصية ترحيلها، ونحن اليوم بصدد حقيقة دراستها مع الشركاء، وهي تعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات لتصبح جريمة التعذيب جناية وليست جنحة. أود هنا أن أدعو عطوفة العقيد عامر الهبابة المساعد للشفافية وحقوق الإنسان بتكملة قراءة البيان المعلوماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل أن أبدأ باستكمال البيان، أود أن أشير أن القضية التي وقعت في قسم بحث جنائي وسط عمان في منتصف هذا العام قد تم اتخاذ إجراءات قانونية بإعاز مباشر من قبل عطوفة مدير الأمن العام، وحالياً الضباط والأفراد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة موقوفين لدى مركز إصلاح وتأهيل مارك العسكري، وعددهم 5 ضباط و3 أفراد على ما أعتقد محمد ريك. استكمالاً للبيان، رابعاً مراكز الإصلاح وأماكن التوقيف المؤقت، هناك اهتمام كبير من مديرية الأمن العام بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين. وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيئتها بشكل جيد، وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقا للمعايير الدولية والوطنية، إضافة إلى إغلاق بعض هذه الأماكن لغايات إعادة تأهيلها. وأود أن أشير هنا أن جهاز الأمن العام لا ينتظر التعاون مع أي جهة أخرى لزيارة هذه الأماكن وتطويرها، فلقد قام خلال هذه العام بإجراء جولات تفتيشية على كافة مراكز التوقيف في المملكة وبيان السلبيات والموجودة في هذه الأماكن، وعمل على تشكيل لجان لتلافيها، وتم إعادة التفتيش على هذه الأماكن مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام، ونحن الآن في المراحل الأخيرة للانتهاء من عملية التفتيش. إضافة إلى أن عطوفة مدير الأمن العام قد أوعز لعطوفة مدير القضاء الشرطي بتكليف القضاء الشرطيين والمدعيين العامين بالتفتيش على أماكن التوقيف في كافة أماكن التوقيف الموجودة في أنحاء المملكة، وجعلها مسؤولية من مسؤولية المدعين العامين والقضاء الشرطيين.
كما تم في عام 2014 إصدار دليل عمل مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص، والتي تم الأخذ من خلالها بكافة المعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال، وتم تعميمها على كافة وحدات الأمن العام. وقد قام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بعقد العديد من الدورات لمنتسبي جهاز الأمن العام وتدريبهم على هذه المدونة، حيث احتوت هذه المدونة على 15 قسم وخمس ملاحق، وقد وضع في نهاية كل قسم ملاحظات إرشادية تمكن مسؤولي أماكن الاحتجاز والتوقيف القيام بتنفيذ واجباتهم بما يتماشى مع ما ورد في هذه المدونة، حيث احتوت في بداياتها على الأمور العامة والملاحظات الإرشادية التي يجب على الأشخاص المسؤولين عن أماكن الاحتجاز والتوقيف اتباعها وكيفية التعامل مع الأشخاص المحتجزين. كما جاء في القسم الثاني من المدونة بالنص على السجلات التي يجب أن تكون موجودة ومستدامة داخل أماكن الاحتجاز والتوقيف. وجاء القسم الثالث وتحدث عن الإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز، على أن يتم توثيق كافة هذه الإجراءات ومن ثم كيفية التعامل مع ممتلكات الأشخاص المحتجزين. ثم تحدثت المدونة عن مكان الاحتجاز وأين يوجد وأن لا يجب أن يكون بمعزل عن العالم الخارجي. وتم النص أيضا في المدونة على حق الأشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامي وحقهم بالحصول على المساعد القانوني، ومن ثم في القسم السابع كيفية التعامل مع الموقوفين الأجانب. وتناولت المدونة أيضا ظروف التوقيف والبيئة الاحتجازية والرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأشخاص. وفي باقي الأقسام تحدثت المدونة عن كيفية إجراء التحقيق الأولي مع الأشخاص المحتجزين. ونلاحظ أن المدونة احتوت على كافة الإجراءات والحقوق والواجبات منذ لحظة إلقاء القبض على الأشخاص وإلى حين الإفراج عنهم. كما تم في عام 2017 استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام، وتم عقد العديد من الدورات المتخصصة في هذا المركز بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث يعتبر هذا المركز مركزاً إقليمياً يقدم خدماته للدولة الشقيقة والصديقة وإلى كل من يطلب التعامل مع المركز، مبيناً الإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام لتحسين البيئة الاحتجازية ومنع التعذيب. قبل ما أتعرض لهذه الإجراءات أود أن أشير إلى أن المركز الآن منعقد لديه دورة لعدد من الضباط الإماراتيين لتدريبهم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي حالياً موجودين الآن عندنا، والدورة منعقدة لهم الآن الإماراتيين. الإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام لتحسين البيئة الاحتجازية ومنع التعذيب: تم تشكيل عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتلافي أي سلبيات إن وجدت. تم إصدار دليل عمل مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص لتلك المراكز وتوزيعها على كافة وحدات الأمن العام، ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين ومواومة أوضاعها مع المعايير الدولية. هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم، منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الأمن العام والمكاتب المخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت. قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة العاملين على هذه الأماكن وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع، وهذا من التزام من مديرية الأمن العام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فلا يجوز أن يتم مراقبة الأشخاص المحتجزين ووضع كاميرا داخل أماكن التوقيف، بينما تم وضع كاميرات لمراقبة الأفراد والضباط العاملين داخل هذه الأماكن لمراقبة أداء عملهم وبيان فيما إذا تم أي قصور أثناء أو إهمال أثناء أدائهم لواجباتهم. يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز. إحنا سجل الاتصال الهاتفي بما أنه هو يعني سجل الاتصال الهاتفي
يبدو أنه العمل فيه بيبين أنه إشي بسيط بس هو نتاجه إشي عظيم، هو يمنع فكرة الاحتجاز الاختفاء القسري، بحيث أنه الشخص إذا كان موجود في مكانه يقوم بإبلاغ ذويه عن مكان وجوده. يتم السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين، إفهام الشخص المحتجز بالتهمة المسندة إليه وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحقه ولا أي جهة قضائية سيتم تحويله. إن مديرية الأمن العام تعمل بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقا لما جاء في الدستور الأردني في المادة 6 الفقرة الأولى، وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقا لنص المادة 7 والمادة 8 من الدستور الأردني، وأنه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة إليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث نص في المادة 113 على أنه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة أحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة وهي المدة المخولة قانونا لمساعدي الضابط العدلية لتوقيف الأشخاص دون أن يساق إلى المدعي العام، اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات. انطلاقا من مراعاة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل الشرطي، تقوم مديرية الأمن العام عند ملاحظة أي علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين، ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي، حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلا بعد حصوله على تقرير طبي. وهذا هو تنفيذ لما ورد في قانون مراكز الإصلاح، توفير كافة السجلات المطلوبة كسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه قيام الموقوف بإجراء مكالمة هاتفية مع ذويه. أولى جهاز الأمن العام مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف اهتماما خاصا ورعاية متواصلة، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة المتمثلة في إصلاح وتأهيل النزلاء والابتعاد عن الإيلام والنبذ الاجتماعي والمعاملة القاسية أو المهينة، وتكريس كافة الجهود ووضع كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يحظى العاملون في أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح بتدريب متخصص، إذ يتم عقد برامج ودورات منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي، كما نستفيد من خبرات الدول المجاورة في هذا المجال، ويتم تدريبهم وتثقيفهم للتعامل مع النزلاء وفق الأصول القانونية والأخلاق الوظيفية. وقد تم وضع معايير محددة حول المؤهلات التي يجب أن تتوافر لدى العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، هذا بالإضافة إلى أنه يتم التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف ومراقبة أداء العاملين فيها باستمرار. فتح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤساء المحاكم والمدعين العامين لاستقبال الشكاوي وسماع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت وضمان عدم المساس بحقوق النزلاء والالتزام بالتشريعات الناظمة لشؤونهم. أمر عطوفة مدير الأمن العام باستحداث جائزة خاصة لمرتبات الأمن العام تسمى جائزة حسن التعامل مع المواطنين، والتي جاء استحداثها لبلورة أفكار ومفاهيم حديثة تقوم على الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية لتطوير أسلوب العمل الشرطي والأمني والانتقال به إلى آفاق أرحب تتجاوز حدود الوظيفة الشرطية التقليدية إلى دور شرطي يختص بتحقيق أعلى درجات الارتباط والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وبما يخدم مصلحة أمن المجتمع الأردني واستقراره وازدهاره، ولتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة من خلال احترام المواطنين ودعم وتوطيد العلاقة الطيبة بين الشرطة والمواطنين، كما وسيساهم استحداث هذه الجائزة بتقديم العمل المتميز والمبدع والخدمات الأمنية المثلى وفق معايير حقوق الإنسان. بتاريخ 11/6/2018 كلف عطوفة مدير الأمن العام مدير القضاء الشرطي والقضاء الشرطيين والمدعين العامين للتفتيش في كافة الأوقات وعلى مدار الساعة على أماكن التوقيف في كافة المراكز الأمنية للتأكد من قانونية توقيف الأشخاص
وظروف توقيفهم والاتصال مع الأشخاص المشتكى عليهم ومتابعة أي شكوى ترد من أي شخص محتفظ به داخل النظارة. أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن مديرية الأمن العام ومن خلال سياسة الانفتاح والشفافية التي انتهجتها ترحب بكافة الملاحظات والاستفسارات من كافة المنظمات والجهات حيث تتمنى عدم بناء الأحكام المسبقة بأن التعذيب أصبح ظاهرة بالاستناد إلى معلومات من جهة واحدة فقط، ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى الأحكام القضائية وخصوصا عدد القضايا التي أبطلت المحاكم اعتراف الأشخاص فيها. السلام عليكم. شكرا عامر بيك. يعني حقيقة يعني منهجية الدولة الأردنية المستندة إلى منهجية نظام الحكم في الدولة الأردنية تستند إلى حقيقة تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة كل أشكال التعذيب وألوانه وأنواعه، وبالتأكيد هذه المنهجية اللي جعلت من أيضا من المؤسسات الرسمية الترحيب بكافة الملاحظات الواردة من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية والجهات الرصدية. نحن نرحب بالتنسيق المشترك حول شبكة المعلومات المقدمة، والدليل أننا منذ عام 2014 ونحن قمنا بمبادرة عمل زيارات وتنظيم زيارات ميدانية إلى مراكز الاحتجاز ومراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، العديد من الزيارات التي كان الإعلام حقيقة يرافق المؤسسات، بلغت عدد الذين يزورون تلك في برنامج الزيارات الميدانية أكثر من 250 مؤسسة، سواء مؤسسة دبلوماسية وهيئات دولية تعمل على الساحة الأردنية، وهنالك برنامج قادم أيضا خلال الأسابيع القادمة استكمالا للبرامج، سنقوم بتنظيم زيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في شتى المناطق للتفقد الواقع الخدمات المقدمة للنزلاء، وأيضا تفقد البيئة السجنية ومنظومة الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن الاجتماعي والإدماج والحراك الثقافي الذي هو من واجب الدولة أن تقدمه للنزلاء. أيضا يعني هنالك موضوع هام وهو السماح للأهل والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية بحضور جلسات المحاكمة في المحاكم الشرطة فيما يتعلق بالقضايا يعني التي متهم فيها أشخاص من رجال فاذ القانون بقضايا التعذيب. كنا قد قمنا بزيارات لأهالي الذين توفوا داخل بيوت الأمن العام، يعني مركز البحث الجنائي في بعض المراكز، قمت أنا ومدير الأمن العام وضباط كبار من الأمن العام بتقديم العزاء لأسر تفقدا أسريا يعني حقيقة، وهذا واجبنا جميعا لأننا نحن من أيضا ننتقد مكافحة ننتقد التعذيب بشكل عام ونجرمه أخلاقيا ودينيا وقانونيا وتشريعيا وإجرائيا. بالتأكيد الدولة الأردنية دولة متسامحة، ما يهمنا اليوم من كافة المؤسسات التي ترصد السلوك الأمني في هذا الإطار يعني أن تكون على مستوى الرصد وليس الترصد. نحن مع الآلية الرصدية بالتأكيد ونحترمها ونجلها، ونحن على تنسيق مشترك وتنسيق دائم ومستدام مع كافة الهيئات والمؤسسات الرقابية التي تنتهج نهج التفقد المؤسسات العقابية، على دوام الاتصال حتى مع الإعلام. نحن نقوم بإصدار التقارير الدورية الإخبارية التي تبين مدى الإنجاز المتقدم في هذا الملف. بالتأكيد قبل شهور كنا قد أعلننا ذلك الأمر من خلال تقديم استعراض لأبرز الجهود المقدمة في مجال مكافحة ومحاربة التعذيب، واليوم نحن ونقبل توصيات على الإطار الإقليمي والدولي فيما يخص جريمة التعذيب. نحن بالتأكيد ما يميز الدولة الأردنية أننا جميعا نرفض كل أشكال التعذيب بكافة أشكاله وألوانه وصنوفه. أقدم عطوفة العميد محمد الطبيشات مدير القضاء الشرطي في مديرية الأمن العام ليقدم أيضا إضاءة واستعراض لهذا الموضوع. استكمال لما تحدث به عطوفة باسل بيك وعامر بيك، لن أكرر ما تحدث به، أعطي مجلس عن مديرية القضاء الشرطي. طبعا تم تشكيل مديرية القضاء الشرطي عام 2014 بموجب القانون المعدل لقانون العام، وأحدث ما جاء في هذا التعديل أنه تم استحداث محكمة استئناف شرطية، يتم استئناف أحكام صادرة القضايا الجناحية إلى هذه المحكمة،
طبعا متعارف عليه من الاحكام الجنائيه الصادره عن محكمه الشرطه تشرع برقابه محكمه التمييز بصفتها محكمه موضوع. وقبل ذلك اول تطور حدث طبعا على القضاء الشرطي كان في عام 2010 عندما تم اضافه قاضي مدني من المجلس القضائي الى كل هيئه من هيئات محكمه الشرطه. كانت محكمه الشرطه تتالف من 3 قضاه امن عام، ولكن عام 2010 صدر قانون معدل تم اضافه قاضي مدني الى كل هيئه من هيئات محكمه الشرطه لتفعيل الرقابه على القرارات الصادره عن محكمه الشرطه، وهم قضاه من اصحاب خبره ويخضعوا في كافه امورهم الى المجلس القضائي وليس لمديريه الامن العام. زي ما حكينا تم تشكيل محكمه استئناف في القضاء الشرطي، ومن الجديد الذي جاء في الموضوع انه قانون الامن العام اعطى الحق للمشتكي في استئناف القرارات الصادره عن محكمه الشرطه. يعني لو اجينا للقانون اصول المحاكمه الجزائيه اعطى الحق للنيابه ولا المحكوم عليه، ولكن قانون الامن العام اعطى الحق للمشتكي في استئناف القرار الصادر من محكمه الشرطه. طبعا محكمه الشرطه تتمتع باستقلاليه تامه من حيث القرارات الصادره عنها، سواء كانت في الجنح او الجنايات. زي ما حكينا في الجنح تخضع للاستئناف، والجنايات تخضع للتمييز، التمييز من قبل المحكوم عليه او من قبل مدير الامن العام بواسطه النائب العام اللي هو مدير القضاء الشرطي. يعني في هذا المجال كثير من الاحكام التي صدرت عن محكمه الشرطه او بعض القرارات تم تمييزها من قبل مدير الامن العام تبين استقلاليتها. يعني على سبيل المثال في القضيه اللي حصلت، ممكن سمعت بها، قضيه عمر النصر التي احيلت الى محكمه الشرطه، احيل فيها عدد من الضباط في 2015 بجرم الضرب المفضي الى الموت وانتزاع الاقرار. قررت محكمه الشرطه وضع المشتك عليهم بالحجز المغلق داخل الوحده. ف بموجب قانون الامن العام وقانون اصول المحاكمه الجديد تم تمييز القرار من قبل مدير الامن العام بواسطه مدير القضاء الشرطي الى محكمه التمييز للطعن بقرار محكمه الشرطه، وطالبنا بتوقيفهم في السجن وليس حجز داخل الوحده. ولكن كان قرار محكمه التمييز انه ليس للنيابه الحق في هذا الوقت في هذه القضيه من التدخل في مكان حجز او توقيف المشتكى عليه. يعني كان القرار من مدير الامن العام انه انا قرار محكمه الشرطه لازم يكون توقيفهم في السجن وليس حجز داخل الوحده. يعني هذا يعطي استقلاليه للقضاء انه لا يخضع لرقابه مدير الامن العام او لرقابه النائب العام او لرقابه اي جهه اخرى، ولكن قرار مستقل من ذاته لا يتلقى توجيهات حتى من السلطه اللي اعلى منه. زي ما حكى باسل فيك في عده قضايا صدرت، في قضايا إساءة معاملة وفي قضايا تم إحالتها لمحكمة الشرطة. قضايا إساءة المعاملة اللي تم ذكرها، في قضايا في عدد منها أحيل لمحكمة الشرطة لأنه لا يوجد بها إسقاط بالحق الشخصي. قضايا نزلة ممكن يشتكوا على مرتب مراكز الإصلاح، لا يوجد بها إسقاط بالحق الشخصي، يتم إحالتها لمحكمة الشرطة. أما إذا صدر بها إسقاط بالحق الشخصي، زي ما بنعرف أن جرائم الإيذاء تسقط بإسقاط الحق الشخصي. وزي ما حكى عطوفة باسل بيك انه جريمة التعذيب تحتاج الى قصد خاص، وبما انه لا يوجد قصد خاص فانه الحق العام يسقط بسقوط الحق الشخصي، ومع ذلك يتم محاكمة الضابط او الفرد محاكمة تأديبية حتى ولو تم اسقاط الحق الشخصي. القضايا زي ما حكينا في قضية عمر النصر زي ما بتعرفوا عام 2015 احيلت، ممكن البعض يسأل ليش تأخرت القضية لعام 2018؟ القضية طبعا فيها عدد من كبير من المتهمين، زي ما حكينا احنا نطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية المطبق في القضاء النظامي، حق المتهم في الدفاع عن نفسه، تقديم بياناته، بيانات النيابة، بيانات الدفاع، عدد المتهمين كبير، عدد شهود القضية، شهود الدفاع وصل عددهم الى 70 شاهد. القضية حولت مرتين الى محكمة التمييز، طبعا هذا بياخذ وقت طويل. اول مرة حولت لما تم الطعن بقرار حجز الضباط والافراد داخل الوحده من قبل مدير الامن العام، المره الثانيه كان طعن من وكيل الدفاع انه كان مقدم بيانات للمحكمه، المحكمه رفضت الاخذ بها، ولكن تم الطعن بالقرار بمحكمه التمييز مره اخرى. فسبب تاخير القضيه ممكن عدد شهود الدفاع الكبير، وزي ما نعرف ان هاي قضيه جنائيه تخضع لرقابه محكمه التمييز، فمحكمه الشرطه تحرص حرص كبير على اتباع الأصول
القانونية السليمة في إصدار الحكم. قضية رائد أعمر اللي هي قضية رائد أعمر حصلت عام 2017 ودين بها حوالي 6 ضباط وأفراد، مش أدين احنا كنيابة لا نملك الإحالة ولا نملك الإدانة. تم حالة 6 ضباط وأفراد إلى محكمة الشرطة بهذه القيد نفس الجرم الضرب المفضي إلى الموت وانتزاع الإقرار. تم توقيفهم حوالي 6 شهور وبعد ذلك قررت محكمة الشرطة تحويلهم إلى الحجز المغلق نظرا لظروف القضية، لأنه في ظروف محددة بالقضية رأت محكمة الشرطة أنه بعض البينات على بعض الضباط أو الأفراد أكثر من بينات على أخرى، فتم تحويله إلى الحجز المغلق داخل الوحدة. نعني بالحجز المغلق أنه الضابط والفرد موجود في وحدته لا يغادر وحدته إلى بيته نهائيا ولا يكلف بأي واجب ميداني خارج وحده، يعني كأنه في سجن مغلق. قضية إبراهيم زهران حصلت عام 2018، تم إحالة 8 ضباط وأفراد إلى محكمة الشرطة وما زالوا موقوفين الآن لغاية الآن في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة بجرم الضرب المفضي إلى الموت وانتزاع الإقرار، وما زالت قيد النظر في مرحلة النيابة تقديم بيانات النيابة. قضية عبد الله الزابي صدر بها حكم بإدانة ضابط وثلاث أفراد، تم الحكم عليهم بالأشغال الشاقة ونفذ الحكم بحقهم تنفيذا كاملا. قضية الخطاطبة أكيد سلطان الخطاطبة صدر قرار عن محكمة الشرطة بالبراءة، تم استئناف القرار من قبل النيابة العامة، محكمة استئناف الشرطة قررت نقض القرار وعيد إلى محكمة الشرطة، ثم قررت محكمة الشرطة إعلان براءتهم نظرا للشهادة شهادة الطبيب الشرعي طبعا أنه أثبت أنه واقعة الوفاة نتيجة الضربة التي سقط بها المتوفى أثناء وجوده في السجن من تلقاء نفسه وليس نتيجة تعرضه للضرب. وبعد ذلك محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الشرطة بالبراءة. هاي هي القضايا الخمسة اللي تم نظرها من قبل محكمة الشرطة. شكرا لكم جميعا. أنا أفتح المجال إذا في أي استفسارات أو ملاحظات من الزملات والزملاء الإعلاميين، والهدف حقيقة إيضاح الصورة وأيضا بيان إجراءات الدولة بشكل دوري نحن نستعرضه، ولكن اليوم حبينا أن يكون لقاء صحفيا حول هذا الموضوع، لذلك يعني نحن على تواصل مع الإعلام بشكل دوري حول كل القضايا وكل ما ذكره عطوفة مدير القضاء الشرطي كنا قد أعلننا عنه رسميا عبر الإعلام وبتفاصيل عديدة. ما يهمنا حقيقة عدم الإفلات من العقاب، نحن جميعا ننتظر الأحكام نعم حتى يعني نحقق العدالة ونهيئ ظروف إنسانية لأهالي الضحايا. بالتأكيد نحن جميعا بشر ننبذ كل أشكال العنف والتعامل بعنف مع البشر، هذا واجبنا جميعا. إن شاء الله نستمع قريبا إلى أحكام تصدر بحق كل من يعتدي على حرية وكرامة الإنسان الأردني. إذا في أي استفسارات وملاحظات أديل تفضلي. تفضلي. أنا عندي مجموعة من الاستفسارات وأتمنى أن يكون في يعني حد معالي أبو إبراهيم، كيف تفسر أولا زيادة الأرقام المسجلة في قضايا الادعاء بالتعديل حسب ما تم الإعلام عنه؟ وهي الأرقام حسب ما أشير إليها من سجلات النيابة العامة والصوت عندي الصوت عندي تمام. تصير أقل ضغط ثانية الأرقام زيادة أعداد القضايا المرتبطة بالادعاء بالتعديل وسوء المعاملة، هناك واضح تزايد في الأرقام خلال 6 سنوات سابقة. أيضا ما هو تفسير القضاء الشرطي والأمن العام أو ربما يعني الأمن العام في السجون في مركز غير مركز الوطن لحقوق الإنسان، ذكر أن هناك 146 محاولة اقتحام سجلت في السجون في عام 2017 ولم نعرف أيضا ما هي أسباب هذه المحاولات، المركز جاء على ذكر الرقم ولم يتطرق إلى العديد من التفاصيل. أيضا معالي أبو إبراهيم وآخر سؤال هذا فيما يتعلق بالقضاء الشرطي ونظره في هذا النوع من القضاء، هناك توصيات وعشرات التوصيات وجهت للأردن في جنيف وأنا حاضرة في جنيف لأن يكون هناك جهة مستقلة للنظر في هذه القضايا، وهذه توصية هي معيار.
القضاء النظامي يعني. نعم، هي يعني ضمن المعايير الدولية، فلماذا لم يتم قبول هذه التوصية؟ نجري السؤال الأول بخصوص قضايا التعذيب الواردة من النيابة العامة، قصدي الادعاء النيابة العامة نظامية ولا حسب سجلات النيابة العامة وزارة ستي، احنا زي ما بتعرفي أي شخص يدعي لدى أي مدعي حال مثوله للتحقيق عند مدعي مدني، إذا ادعى أنه أثناء التحقيق تعرض للضرب يتم تحويله إلى مديرية القضاء الشرطي بجرم التعذيب من قبل النيابة العامة المدنية حسب التعليمات الصادرة للمدعين العامين المدنيين من النائب العام أو رئيس النيابة العامة، أن كل مدعي يعمل عنده سجل لقضايا التعذيب. أي شخص يمثل بقضية سرقة أو بقضية مخدرات أو قضية أخرى تحال من مديرية الأمن العام إلى القاضي المدني، إذا ادعى أثناء مثوله أمام النيابة العامة النظامية أنه تعرض للضرب، مجرد تعرضه للضرب يتم تسجيل قضية تعذيب، حتى سواء إذا ثبت أو إساءة معاملة، يعني يتم تسجيلها. بمجرد ادعى أنه تعرض للضرب يتم تسجيل قضية ويتم تحويلها إنه، ومن خلال التحقيق ثبت وجود شكاوي كيدية كثيرة في هذه القضايا، يعني أثبتها طبعاً أثبتها الطب الشرعي، نحن نعتمد في تحقيقنا على الطب الشرعي، على وقت الادعاء، على طبيعة الاعتداء، على شهادة الشهود، على أدلة طبعاً مادية. معظم الحالات ثبت حتى يتهرب الشخص الذي يحاكم من عند المدعي المدني، حتى يثبت أنه تعرض للإكراه، حتى لا تؤخذ إفادته كبينة عند النيابة العامة، يعني حتى يدحض إفادته التي أخذت من قبل الشرطة إثبات عكسها عند النيابة العامة. وهذا هو السبب الرئيسي لازدياد عدد قضايا التعذيب. بخصوص اختصاص القضاء الشرطي بقضايا التعذيب، زي ما بتعرفي محكمة الشرطة محكمة خاصة صادر بموجب الدستور الأردني. الدستور الأردني نص على أن المحاكم بالمملكة محاكم دينية ونظامية وخاصة، ومحكمة الشرطة صادرة بموجب الدستور، بموجب قانون الأمن العام الصادر بموجب الدستور الأردني. والقانون حدد اختصاصات محكمة الشرطة. الاختصاص الشخصي لمحكمة الشرطة أي ضابط أو فرد يرتكب أي قضية مهما كانت بغض النظر فهي من اختصاص محكمة الشرطة، وأنه ممارسة محكمة الشرطة أو القضاء الشرطي لهذا الاختصاص هو من صميم الدستور ولا يخالف القانون أو الدستور. شكراً عطوفتك. بس في أختي هديل، أيضاً ذكرنا في مقدمة حديثي حول قضايا تتعلق بإساءة المعاملة للعام 2017، من القضايا المحالة إلى محكمة الشرطة 15 قضية، منها من جملة القضايا في قضايا تم إدانة 46 مدان في هذه القضية، وهنالك 114 غير مدان من المجموع العام، يعني وقضايا منظورة أو ما زالت منظورة 87 قضية. هذا يؤكد على أنه حقيقة لا إفلات من العقاب، ووجود محكمة الشرطة بالتأكيد هو يعني لغايات يعني النظر بهذه القضايا والتوصيات التي قبلتها المملكة الأردنية الهاشمية. كانت 131 توصية وهنالك 121 توصية تم تحويلها للدراسة، ومنها ما ذكرته في المادة 208 على سبيل المثال، ترقية الجريمة من جناية إلى من جنحة إلى جناية. هذا ما سنعمل عليه، لأنه وارد أيضا في المحور الاستراتيجي للخطة العشرية، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان. أما التوصيات التي تم الأخذ للعلم بها هي تتعلق بالكلف الاجتماعية، الكلف الاقتصادية، الكلف الأمنية. بالتأكيد نحن دولة راعت مسألة تعزيز حقوق الإنسان بالتوازي مع أيضا يعني حفظ المنظومة الأمنية على مستوى المملكة. الأردن تعرض للعديد من الأخطار المحيطة، الأردن حافظ على هذا التوازن. فأما
التوصيات التي هي قيد الدراسة اليوم. نعي أختي الكريم أن يكون هنالك حوار حولها خلال قادم الأيام، واليوم الحكومة تستعد لإعداد برنامج ذا أطر زمنية للتعامل مع مصفوفة التوصيات التي قبلتها المملكة بشكل مباشر، والتوصيات المحالة للدراسة أيضا لها يعني هنالك صفة الاستعجال والسرعة في دراستها مع الشركاء ومع مؤسسات المجتمع المدني. أود حقيقة في نهاية هذا اللقاء الصحفي أن أرحب بالصحفيين مرة أخرى، وأن أدعو جميع مؤسسات المجتمع المدني لعرض توصياتهم وملاحظاتهم عبر القنوات المتاحة. هيو بدي جاوب عليها. هلا بنعطي احنا اكلنا حقك ضفتك. هاي يا ريت هلا تحكي يعني. في تفضل. طيب انا فكرت حالي بدي اني مشانكو. لا ابدا بالعكس، بس اكمل ملاحظتي. بالعكس نحن نرحب بكافة الملاحظات الناتجة عن دراسات بحثية تقدمها مراكز البحث والدراسات ومراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة. بالتأكيد نحن دائما نرحب بها عبر القنوات وعبر الواقعية وعبر المنطقية التي نود أن يعني لا إثارة للرأي العام، إنما إبراز الحقائق وإبراز والتأشير على أوجه التقصير والخلل حتى يتم علاجها وأيضا تلافاديها في قادم الأيام. فضل أستاذي. معلش بس وهلا إضافة لك. أنا بالنسبة لموضوع حالات الانتحار داخل السجون، أود أن أشير أن معظم المحاولات التي وقعت داخل مراكز الإصلاح والتأهيل محاولات الانتحار كانت هي الهدف من وراءها تحقيق أهداف خاصة للنزلاء، أغلبها كان لنقله من مركز إلى مركز آخر، ومع ذلك تم القبول بتوصية المركز الوطني وتم تشكيل لجنة من مكتب الشفافية حقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان لدراسة أسباب هذه المحاولات. وأشير أن عدد الوفيات نتيجة الانتحار بالسجون قد بلغ 3 حالات، بالرغم من أن عدد النزلاء بالسجون يفوق على ما أعتقد حاليا، الرقم مش معي بس بعتقد 18,000 نزيل، ويوجد اكتظاظ داخل السجون. احنا بالأمن العام شفافين وواضحين بهذا الموضوع، الاستيعاب فوق درجة الاستيعاب، فوق درجة اللي لازم يكون فيها السجن حتى نتمكن من تقديم الخدمات الأخرى للنزلاء. شكرا. في استفسار ثاني وهلا بناخذ عطوفته. عفوا تفضل. الله يعطيك العافيه. يعني حقيقه احنا نؤمن بجهود الدوله والمجتمع المدني والشرطه في مكافحه قضايا التعذيب، وانا يعني بعتقد جازم انها هي سلوكات يعني سلوك فردي وليس موجه وليس منهج وليس مؤسسه. اكيد لكن بحاجه لشوي جهود بالتوعيه خاصه في المراكز الامنيه. واحنا اولاد يعني اولاد البلد، وأيضاً هي بحاجة إلى ناس واعيين، ناس تدربوا على هاي الشغلة، تقدروا يتعاملوا مع القضايا المختلفة. السؤال الثاني إذا سمحت لي معالي أبو علي، شو هي المدة القانونية؟ ما هي المدة القانونية الممنوحة للحاكم الإداري بالتوقيف الإداري؟ أنا يعني بجوز أكثر من حالي، يعني شفت حكام إداريين كانوا وقفوا أكثر من 24 ساعة، رغم أنها المدة القانونية 24 ساعة، كانوا وقفوا المشتكى عليه أو صاحب قضية 24 ساعة في المركز الأمني، المركز الأمني يعني نوع من العقاب له أو ردعه، ثم يحول إلى مديرية الشرطة. ما بيكون هناك حق ماس ولا غيره. شكرا. تفضل سيدي. السلام عليكم. تفضل. 3 أسئلة. عرف نفسك. محمد عدنان، قناة التلفزيون. 3 أسئلة سريعة. السؤال الأول، ليش الأردن رافض التوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعليم؟ منظمات المجتمع المدني ليش لا يسمح لها بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو السجون أيا كان المسمى إلا بإشراف أو بموافقة؟ ليش ما يكون في زيارات فردية أو زيارات خاصة بدون إشراف الشرطة؟ أنت من أي قناة عفوا؟ الأردن اليوم. الأردن اليوم. سيدي
بكل الزيارات التي قمنا بها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل كانت قناة الأردن اليوم هي شريك لنا في هذه الزيارة. بالعكس والساحة مفتوحة. أذكركم أود تذكيركم بتذكرون أحداث سواقة الهيجان سواقة بنفس اليوم اللي صار فيه هيجان بمركز إصلاح وتأهيل السواقة قبل بعد بساعة تماما كان تحالف جوكات وفريق المركز الوطني لحقوق الإنسان طبعا بمفرد بزيارة يعني خاصة ولكن كان فريق جوكات والإعلام وجميع المؤسسات الدبلوماسية أكثر من 200 مؤسسة قاموا بالإطلاع على واقع المركز إصلاح وتأهيل السواقة ما في ساعة ساعتين. ورجيني في أي دولة يصير فيها خلال ساعات من إعلان هيجان في مركز إصلاح وتأهيل بهذا الاكتظاظ وبهذا العدد أن يكون المجتمع المدني والجهات الرقابية والجهات الراصدة والتحالفات التي تهتم في البيئة السجنية موجودة مع رجال الأمن العام بحالة تفقدية لهذا المركز. بالعكس وسمحنا بالمناسبة نحن ما سمحنا بالتصوير حتى داخل مراكز الإصلاح باستثناء الخصوصيات اللي متعارف عليها لكن كانت المبادرة من مدير الأمن العام آنذاك في السماح للتصوير والسماح لأخذ رأي النزلاء في هذا الأمر إلى أن تم تحويل على ما أذكر 15 شخص إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إثارة الفتنة وإثارة الإرهاب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. سؤال أخير. تفضل. بما أنه إحنا عم نحكي أنه ما فيش تعذيب في الأردن بس أو يعني عم نحكي عن حالات فردية وذكرنا أرقام ليش يكون في أساس التعذيب؟ يعني ليش ما يكون في أشخاص اللي بيعملوا بالمراكز الإصلاح والتأهيل مؤهلين للتعامل مع السجون اللي بيشتغلوا بي أو بيعملوا سؤال مهم طبعاً ذاتها هم بيكونوا مؤهلين للتعامل مع الناس للموقوفين بدون تقاضي زي ما ذكر الآن الأستاذ هون. يعني ليش يعني أنا آسف عن تجربة شخصية على موضوع الاتصال بس إبلاغ الأشخاص المعنيين وين أنت موجود كان يمنع وكان يعني كان التوقيف ل يعني لمدة ساعة أو نص ساعة بس ما كانش أصلاً في تقبل لفكرة إجراء مكالمة. شكراً. شكرا بس هذا يعني ايضا نضعه بالتصرف الفردي ولكن لا يمكن ان نبقى نتحدث عن ان ذلك تصرفات فرديه لابد من المنهجيه الحقيقيه في معالجه هذه. انا اتفق معكم جميعا وفي الاليات والمعايير الحقيقيه لتطبيقات قواعد حقوق الانسان هذا تصرف فردي ولكن العلاج عندنا ان يدخل ضمن المنهجيه الاصلاحيه الحقيقيه. منهجيه الدوله هي ان التعذيب هو مجرم بالتشريع الاردني وبقانون العقوبات وايضا هذا يعني ضمنيا يعني يعتبر انه غير ممنهج. فبالتالي انا اتفق معك في بعض الاجراءات. نعم بعض الاجراءات نحن الكمال لله بالتاكيد في خلل وفي اوجه تقصير بالتاكيد اخي الكريم ولكن ليس ممنهج والدليل اننا نعاقب على ذلك ولا يوجد في اجنده الامن العام ولا اجنده الدوله الانسانيه شيء اسمه افلات من العقاب. بالعكس لابد من يعني معاقبه الجاني حتى يكون يعني عبره للآخر. وهنا أود أن أشير أن مديرية الأمن العام الآن تعد العدة لإجراءات تثقيفية وتوعوية مزيد من تلك الإجراءات خلال يعني من خلال مركز التدريب اللي تحدث عنه عطوفة الأخ عامر الهبابة. بالفعل نعقد دورات اليوم توعوية وتثقيفية للرجال إنفاذ القانون وأيضا للدول المجاورة. اليوم عندنا وفد إماراتي يعني حول المعايير من خلال مركز التدريب التابع لمديرية الأمن العام. هذا ما أود أن أتحدث عنه. عطوفتك إشارتين لك وموضوع توقيف إداري والأخ عامر تحدث في موضوع الزيارات والتوعية. عطوفتك قبل ما أحكي على التوقيف الإداري إحنا مديرية الأمن نتعامل بشفافية ما في عندنا إشي نخبي. يعني على سبيل المثال في قضية مش مذكورة عندكم ولا مع الأردن يعني قبل شهرين تم الحكم على أحد ضباط الصف بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة مع الطرد والتنزيل لأنه قام بضرب أحد الأشخاص داخل المركز الأمني وتوفى حتى 15 سنة مع التنزيل الرتبة مع الطرد من الخدمة. نعم الموضوع التوقيف الإداري الموضوع اللي حكى الأستاذ في موضوع التوقيف الإداري إنه الحاكم الإداري بيوقف
24 ساعة أو سيدي. الحاكم الإداري لا يوقف، الحاكم الإداري يربط بكفالة، المدة غير محددة، يربط شخص بكفالة عدلية لحين تقديم الكفالة يفرج عنه. أما كحاكم إداري يصدر قرار بتوقيف شخص لمدة شهر أو أسبوع أو أسبوعين، لا، بموجب قانون منع الجرائم الحاكم الإداري يربط الشخص بكفالة لحين تقديم الكفالة المطلوبة يتم الإفراج عنه حسب قانون منع الجرائم. تفضل سيد. تمام. موضوع توقيف تم إداري. سيدي أبو على بالي تم توقيف أكثر فعل أبو إبراهيم 48 ساعة 72 ساعة حكام إداريين. أنا يعني شاهد على هذه الحالات، مش أنا بقول شهر مش ربطه بكفالة. ربطه نعم. ربطه بكفالة توقف بمركز أمن ثم للمديرية. توقيفه بيكون لمدة أسبوع لحين تقديم الكفالة اللازم. سيدي إذا قدم الكفالة خلال هذه المدة يفرج عنه، هيك قانون منع الجرائم، نصوص واضحة ومحددة. بخصوص التوعية سيدي، التوعية في مديرية الأمن العام قائمة خاصة في موضوع التعذيب وإساءة المعاملة، سواء محاضرات يتم إعطاها لمرتبات من قبل مديرية القضاء الشرطي، المدعين العامين والقضاء الشرطيين يتم إعطاها داخل مديريات الشرطة باستمرار، والحديث عن خطورة جريمة التعذيب والآثار المترتبة عليها سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للضحية، والآثار المترتبة اللي ويتم تنبيهم قد يصل الحكم الحبس والطرد من الخدمة وتنزيل الرتبة. طبعا سيدي. الاتصال، بخصوص الاتصال سيدي، أنا بقول لك أنه يوميا يتم عمل جولات على النظارات في كافة معظم مناطق المملكة، ويتم تفقد النزلاء في هذا الخصوص، وتم التعميم على كافة مديريات الشرطة وكافة أقسام البحث الجنائي والأمن الوقائي والمخدرات، أي نزيل أو أي موقوف أو محتفظ بحال وجود النظارة من حقه أن يتصل مع ذويه وأبلاغهم عن مكان وجوده. وتلقينا العديد من الشكاوي وتم التحقيق فيها، وتم التنبيه على مسؤولين النظارة، أي شخص يتم احتفاظ فيه بالنظارة أعطاه فرصة الاتصال بذويه أول ما يصل على النظارة. شكرا. يعني بس انا بقول لك في برضه في هذا الاطار انا يعني اتفق معك انه في بعض الحالات طبعًا في تجاوز على هذا الامر طبعًا. الا ان المنهجيه المتبعه هي الابلاغ ويعني السماح، وهذا حق من حقوق الانسان ان يتم الابلاغ اهله واسرته ومحاميه، الا ان هنالك بعض التصرفات الفرديه بالتاكيد يعني، وهذا من واجبنا اليوم ان نعالج هذه العثرات وهذه الاخطاء بالتاكيد. شكرا. عطوفتك تفضل. أنا باستكمال اللي تفضل فيه عقوبة محمد بيك بخصوص قانون منع الجرائم، قانون منع الجرائم هو قانون وقائي سيادي، وهو قانون دستوري مر بكافة مراحله الدستورية، والآن هو قانون نافذ. الهدف من قانون منع الجرائم هو منع ارتكاب الجريمة، يتم توقيف الشخص وربطه بكفالة لمدة مؤقتة فقط، وهناك ضمانات للشخص يستطيع يعتبر قرار الحاكم الإداري قرار إداري يستطيع الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وهناك ضمانات أخرى أن يستطيع توكيل محامي، ووزارة الداخلية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابات المحامين بهذا الخصوص لحضور محامي أمام الحاكم الإداري. هذا بخصوص قانون منع الجرائم. وقانون منع الجرائم حدد للحاكم الإداري أنه لا يجوز أن يتم التوقيف لمدة تتجاوز سنة، الشخص بظل مربوط بالكفالة بس المدة لا تتجاوز سنة. بخصوص سيدي، بخصوص موضوع التوعية والتدريب، عطوفة مدير الأمن العام أمر باستحداث مركز تدريب حقوق الإنسان بداية هذه السنة، أوعز إلنا إحنا كمكتب شفافية وكمركز تدريب حقوق الإنسان الآن بعقد دورات متخصصة للعاملين في أماكن التوقيف، وتم قبول توصيات بدعم مركز تدريب حقوق الإنسان وبنشر ثقافة حقوق الإنسان لتعزيزها وترسيخها بين أفراد جهاز الأمن العام. ومع ذلك الرؤية المستقبلية لجهاز الأمن العام ليس فقط توعية الأفراد العاملين في جهاز الأمن العام،
الرؤية المستقبلية لجهاز الأمن العام الدخول إلى النزلاء وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. والآن أغلب الدورات التي تعقد من قبل مركز التدريب لحقوق الإنسان تعقد مع مراكز ومنظمات المجتمع المدني. إحنا في مراكز قاعد تعقد بالشرطة النسائية، في مراكز قاعد تعقد عندنا بمركز تدريب، المحاضرين قاعدين بنجيبهم من مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتهم وتوعية مرتباتنا بنفس الوقت. شكرا. ست سمر حدادين. ست سمر البروتوكول سيدي. سيدي البروتوكول الاختيار لمناهضة التعذيب، البروتوكول الاختيار لمناهضة يترتب عليه أن يتم تشكيل آلية وطنية للتفتيش على أماكن التوقيف داخل المملكة، والآلية الوطنية موجودة اللي هي المركز الوطني لحقوق الإنسان. هذا بالنسبة كما يترتب عليه أنه لجوء المواطنين الأردنيين إلى القضاء الدولي، وإحنا عندنا قضاء مستقل بيستطيع أي مواطن أن يلجأ إلى المحاكم تقديم شكوى على أي مسؤول بالدولة الأردنية، والقضاء أنه مستقل ونزيه. وهو بروتوكول اختياري بالمناسبة، يعني حتى دول العالم بالضبط. تفضلي أخت سمر. ثانية، التقرير العدالة ذكر موضوع التعذيب الممنهج، يعني بالنسبة لكلمة ممنهج ما هو تعريفها وفق القانون الدولي حتى نقدر نقيس فعلا انه في بالأردن تعذيب ممنهج كما ادعى تقرير عدالة ام غير موجود. النقطة الثالثة موضوع انه لما يصير تحقيق في حالات يعني الادعاء بالتعذيب او اساءة المعاملة، لماذا لا يكون هنالك جهات محايدة معكم في التحقيق حتى يعني يبطل في تشكيك أحيانا في بعض النتائج بموضوع التعاوي أو الشكاوي اللي بتحصل من المواطنين بموضوع التعليق أو ساعة. شكرا. سمح ناخذ السؤال. تفضل. يعطيك العافية. استكمالا لسؤال، عرف على نفسك من وين؟ شرعان من موقع أحداثي. أهلا وسهلا. النائب تامر بينو هو عضو بلجنة حقوق الإنسان النيابية، صرح بأن هناك تعذيب ممنهج في بعض الوحدات الشرطية أو الأمنية مثل وحدة مكافحة المخدرات ووحدة البحث الجنائي، وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تثبت ذلك. كيف يمكن الرد على هذا التصريح؟ هذا في الجانب الأول. في الجانب الآخر، التقرير الحقوقي الحقوقي الذي تم الإشارة إليه قال بأن هناك ارتفاع في أعداد ضحايا التعذيب في المراكز الأمنية، حيث يوجد 80 قضية في منذ عام 2016 لغاية نيسان العام الحالي. هل هذا الرقم يمكن أن نأخذ به بعين الاعتبار؟ يعني ما مدى صحة هذا الرقم؟ شكرا. شكرا. شكرا أخي الكريم، بس تم الإجابة على هذا السؤال جزء جدا متأخر. لا أنا جاي من يلا تفضل دكتور وبعدين نعرفك الحالي. نذكر حكينا فيه. وقت سؤال عن الممنهج المقصود بالممنهج، زي ما حكى تعذيب ممنهج غير ممنهج، يعني بنحكي تعذيب ممنهج يعني تعذيب منظم كأنه مؤسسة تمارس تعذيب، وهذا غير وارد في الأمن العام نهائيا. يعني إذا في تعذيب ممنهج معناته فيش ملاحقة، معناته ملاحقة ما في، معناته تشريع والقانون في سيطرة من الجهة الرئاسية على جهة الملاحقة أنه لا تمارسوا التحقيق في هذه القضايا، وهذا غير موجود في الأمن العام. زي ما طلع مثال انه مدير الامن العام قاعد بيميز قرار محكمه الشرطه اللي هو عكس، اذا في تعذيب ممنهج عكس توجه الاداره اللي بيكون فيها تعذيب ممنهج. التعذيب الامني لا يوجد تعذيب ممنهج بالامن، هي اخطاء فرديه وكل من يرتكبها يحاسب. ضربنا امثله القضيه الزبد حكمه بالاشغال الشاقه، القضيه ذكرت 15 سنه، وفي قضيه في سحاب حكم العام الماضي الحبس 3 سنوات مع التنزيل مع الطرد نفس الشيء. وهي القضايا الموضوعة الآن في محكمة الشرطة إذا ثبت عليهم سوف يحاسبوا ويتخذ بحقهم الإجراء الرادع والعقوبة الرادعة. ولا يعني إنه في عندنا قضايا منظورة في محكمة الشرطة أن التعذيب ممنهج، بأكرر هي أخطاء فردية وكل من يرتكبها يحاسب. بالعكس الدولة الأردنية تغليظ أكثر ل يعني جريمة التعذيب، هذا سلوك يعني سلوك إنساني
سلوك أخلاقي وسلوك قانوني. شكرا سمر. رداً على استفسارك على بخصوص ضمانات المحاكمة العادلة قبل المحاكمة بخصوص توقيف الأشخاص في أماكن التوقيف، أود أن أشير أن باب الشكاوي مفتوح لأي مواطن لتقديم شكوى، وأن هناك مدعين عامين منتشرين تابعين لمديرية القضاء الشرطي في كافة وحدات الأمن العام، كما أنه يستطيع أي مواطن مراجعة قائد الوحدة مدير الشرطة أو مدير الوحدة الميدانية وتقديم شكوى لديه. إضافة إلى ذلك تم التعميم من قبل عطوفة مدير الأمن العام على ضرورة توفير عدد من السجلات في أماكن التوقيف، وكما تطرقت سابقا مدونة الممارسات بيّنت شو هاي السجلات، وهي سجلات المكالمة الهاتفية، الرعاية الصحية، الاتصال مع محامي، تعريفه بالتهمة اللي مسندة إليه، وسجل المكالمات الهاتفية تم الاشتراط أن يقوم الشخص الموقوف بالتوقيع، وهي أصلا توعية للمواطن لازم تكون أنه يقوم بالتوقيع على السجل بأنه قام بالاتصال مع ذويه، ونحن نحاسب الفرد العامل في أماكن التوقيف إذا لم يقم بالاتصال وتوقيع الشخص على السجل أنه قام بالاتصال بذويه. وأنا يعني أعلن من هذا المقام على استكمال برامجنا الميدانية، سنقوم في قادم الأيام بزيارات إلى مركز توقيف المخدرات والبحث الجنائي ومركز الإدمان ومراكز الإصلاح والتأهيل ضمن البرنامج الذي ينفذ منذ عام 2014، ذلك استكمالا لهذا الأمر، وأيضا بمناسبة الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 70، سنقيم عدد من الفعاليات من خلال مديرية الأمن العام، أبلغوني بها قبل شهر حقيقة، وستنفذ إن شاء الله في ضمن البرنامج، وسيتم دعوة جميع وسائل الإعلام وجميع المؤسسات الراصدة لهذه الغاية. شكرا لكم وأرحب بكم جميعا، وهذا دورنا أن نوضح العديد من الإجراءات. شكرا.